مرحب بحضراتكم مشاهدينا من جديد. الانتاج الحيواني عندنا في مصر بيمثل اكتر من ثلث الانتاج الزراعي تقريبا، وده بيعكس مدى اهميه هذا القطاع الهام اللي بيعد مصدر هام جدا للبروتين الحيواني، واللي بيتميز انه مخرجاته متعدده ما بين اللحوم والالبان وايضا الجلود. النهارده حابين نتكلم عن اهميه يعني ان احنا ننهض بانتاج الابقار تحديدا في مصر، وان احنا ننهض بهذا القطاع الهام ونكون في العديد من الاستثمارات والمشروعات الخاصة بالإنتاج الحيواني في مصر نظرا لأهميته كمصدر هام طبعا للبروتين الحيواني. اسمحوا لي في هذا الإطار أرحب بضيفي الكريم اللي بيشرفني النهارده، الأستاذ الدكتور أحمد محمد عبد الحفيظ، أستاذ زراعة الحيوان ورئيس قسم بحوث تربية الأبقار بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك وبالسادة المشاهدين، يا رب نكون خفاف على قلوبهم إن شاء الله. إن شاء الله. إحنا طبعا شرفنا استضافة حضرتك النهارده. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور خلينا بداية نتكلم كده عن أهمية قطاع الإنتاج الحيواني في مصر، وقد إيه هو بيعد من القطاعات الهامة اللي بنعتمد عليه بشكل أساسي كمصدر للإنتاج الحيواني والبروتين الحيواني تحديدا. أكيد طبعا زي ما حضرتك نوهتي في بداية أو مقدمة البرنامج إن الإنتاج الحيواني بيعتبر دلوقتي من ضمن المشاريع المهمة جدا للمربين أو للمزارعين، وده بيساعدهم بشكل كبير جدا على الاستثمار في هذا المجال. وعندما تدار هذه المشاريع بعقلية متفاهمة ووعية لكل ما يستلزمه هذا المشروع من إدارة فنية لهذا المشروع، بيحقق هذه المشاريع ربح وبيدر الربح على المربي اللي هو بيهدف إلى تحقيق الربح من مشروع. فالإنتاج الحيواني ليه مخرجات كتيرة جدا، ومشروع مرن مع كل ما بتزيد القدرة الاستثمارية والقدرة المالية عند المربي أو عند إدارة المشروع بيقدر يتوسع بشكل كبير جدا في المشروع. لو على سبيل المثال مشروع إنتاج لبن، لو هو بينتج اللبن ممكن بعد ما بينتج اللبن لو زاد عنده كميات اللبن ممكن بعد كده يصنعها إلى منتجات لبنية يقدر يستفيد منها. العجول اللي بتيجي بتتولد ممكن يربيها ويسمنها وبعد كده ممكن يعمل منها ينتج لحم ويدفعه للسوق. يعني يعني كل ما بيقدر هو يبقى عنده قدرة استثمارية كل ما بيكون المشروع مرن معاه وبيقدر يستفيد منه بأقصى طاقة ممكن. دكتور احنا عندنا مزارع كبيرة للإنتاج الحيواني وعندنا كمان مربيين صغار بيربوا عدد بسيط من الرؤوس، ولكن الطرفين احنا بنعتمد عليهم كأعمدة هامة جدا لهذا القطاع من أجل الإنتاج الحيواني ومن أجل ان احنا بنسد يعني فجوة معينة من فجوات الغذاء في مصر. أهمية الطرفين وقد ايه احنا ما نقدرش نستغنى عن طرف منهم علشان احنا محتاجين ان احنا نزود اكتر واكتر من كمية الانتاج الحيواني، وازاي ممكن ندعم تحديدا صغار المربيين؟ اولا مشاريع الانتاج الحيواني عشان تدر الربح وبتكون مصدر فعلا لربح المربي لابد ان تكون ادارة واعية وعندها ادارة مالية تقدر توفر المال اللازم للانفاق على هذا المشروع، بالعلاوة على الإدارة الفنية. الإدارة الفنية دي حاجة مهمة جدا 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 في مشاريع الإنتاج الحيواني. أصبحت مشاريع الإنتاج الحيواني دي علم، ما بقتش العملية زي ما كان أجدادنا وأبهاتنا وقرايبنا كلهم المربين الصغار يعني أو صغار المربين. لا دلوقتي بقت حرفة وبقت علم بيطبق لأن احنا نقدر نستفيد بأقصى طاقة ممكنة ونحقق أقصى ربح ممكن من العملية. طالما أنا كده كده شغال في المشروع فليه أنا ما أكسبش منه وأكسب بأقصى طاقة ممكنة عندي، لأن أنا موفر له وقتي وموفر له الاستثمار بتاعي، فبالتالي لازم أستفيد منه عشان أفتح أفاق جديدة وأقدر أوظف عمالة جديدة في المجال ويخش ناس جداد يشتغلوا في المجال، وبعدين هيكون ده مصدر ليطرح في السوق المنتجات اللي تطرح في السوق، وبالتالي هنقدر نخفض أسعار المنتجات بتاعت الإنتاج الحيواني سواء كان لبن أو لحم أو منتجات لبنية أو غيره. ده برضو المزارع الكبيرة موجودة وموجودة ودي هي اللي بتلعب دور كبير جدا في تحديد أسعار المنتجات الحيوانية، ولكن لا نغفل أيضا
مهمة المزارع الصغير المربي الصغير، لأن دي أعدادهم كبيرة جدا، ولكن للأسف بتبقى حيازاتهم الزراعية بتكون مفتتة، وبرضو على نفس الشكيلة برضو بالإنتاج الحيواني بتاعهم، كل واحد بيربي راسين ثلاثة خمسة على قد الإمكانيات، على قد الإمكانيات المتاحة عنده. فده قطاع كبير وبيشكل نسبة كبيرة جدا من المجتمع المصري، لابد طبعا ان احنا بالنهوض بيه. وانا كفرد من افراد معهد بحوث الانتاج الحيواني بنسعى جاهدين على تقديم كل المعونه والمشورات الفنيه والدورات التدريبيه المجانيه لهؤلاء المربين، سواء كان مربي كبير او متوسط او مربي صغير، بنقف جنبه جنبا الى جنب، بنديله دورات تدريبيه مكثفه علشان يقدر يدير مشاريعه بشكل صحيح وبشكل يحقق له الربح اللي هو يهدف ليه. فإذا هنا لابد من الفلاح أو المربي الصغير أن يتسلح بالعلم ويتسلح بالنواحي الفنية عشان يقدر يحقق الربح من المشروع. طالما حقق ربح ده هيدفعه إلى التوسع فيه والامتداد فيه، ويقدر يكون راجل منتج ويستمر في المشروع بتاعه مهما واجهته من صعوبات. اللي عنده العلم بيقدر يناور ويقدر يبقى مرن مع متغيرات السوق، سواء كان بأسعار أعلاف بترتفع أو فبيقدر يعمل بدايل يقدر يستمر بيها، بحيث يكون في حالة من المرونة. تمام. نعم. طيب احنا يا دكتور، قطاع الإنتاج الحيواني بيتميز إنه مخرجاته متنوعة، ما بين لحوم، ما بين ألبان، ما بين جلود. حابة أسأل حضرتك عن المقومات الأساسية لرعاية ماشية اللبن تحديدا. إيه أهم هذه المقومات اللي يجب توفرها بشكل أساسي؟ لا نغفل جميعا، وكل قريب من مشاريع الإنتاج الحيواني، في مقومات لابد أن تتوفر لنجاح هذا المشروع. صحيح. تمام. أول حاجة رأس المال، رأس المال اللازم لإقامة هذا المشروع. رأس المال هو اللي بينفق على كل التكاليف الثابتة والمتغيرة لهذا المشروع، فلابد أولا من توفير رأس المال. فإن كان الفلاح مش قادر، ما عندوش رأس المال اللازم، ممكن بيتجه إلى جهات زي وزارة الزراعة، بتقدم المعونة عن طريق صور إقراض بالتعاون مع البنك المركزي والبنك الزراعي المصري، والمبادرة اللي هي بتقدم قروض ميسرة بنسبة 5%، أو من خلال أيضا برنامج التنمية الزراعية اللي هو شغال من سنين طويلة جدا واستفاد منه كثير من المزارعين والمربين المصريين بنسب برضو بسيطة، بنسب فايدة بسيطة جدا، بيقدر يسدد القرض بسلاسة ويسر، وفي نفس الوقت بيستفيد وبيقدر يوسع مشروعه ويقدر يتغلب على كل المعوقات اللي هي ممكن تقابله في طريقه وهو شغال. التغذية ليها دور مهم جدا في عملية الإنتاج. أهمية التغذية السليمة للماشية الحلابة تحديدا يا دكتور في المراحل بقى المختلفة، المراحل العمرية المختلفة منذ مرحلة الولادة وحتى مرحلة الجفاف، أهمية بقى التغذية في الفترة دي. أكيد يا فندم. أنا استكمالا بس لسؤال حضرتك السابق، إن مش رأس المال بس هو أول حاجة اللي هو من مقومات نجاح المشروع، ولكن كمان رأس المال ده بنستغله في توفير المكان أو الهاوسينج أو الإسكان الحيواني الملائم للسلالة اللبن اللي هي المتخصصة عشان تقدر تديلي إنتاج لبن عالي. الهاوسينج ليه شروط كتيرة جدا لو قعدنا نتكلم فيها. مواصفات يعني. لابد أن تربية الأبقار الحلبة بالذات عشان تدر تكون في أحواش مفتوحة. في أحواش مفتوحة، وكل بقرة ليها مساحة على الأرض، لابد أن تكون حرة غير مقيدة على الأرض، تكون حرة يعني الحد الأدنى لحيوان اللبن الجيد اللي يقدر يديلي إنتاج المينيمم بتاعه 20 متر مساحة مربعة على الأرض، ممكن توصل لحد 30. كل ما زادت المساحة كل ما كان ده دي أقل كمية المفروض يوفرها. لكن طبعا في أخطاء كتيرة موجودة بيدي لها مساحة وممكن يربط الحيوان، كل ده بيأثر على إنتاج الحيوان. فإن كانت الأحواش دي مفتوحة، في مظلات بنسبة 30-40% موجودة، العلائق لابد أن تكون تحت مظلات، أحواض الشرب تكون تحت مظلات. شروط كتيرة جدا للهاوسنج السليم أو الإسكان الحيواني لإيواء الحيوانات بطريقة سليمة يقدر يديلي الحيوان أقصى طاقة عنده يقدر يديهالي، علاوة على أن أنا أوفر السلالة الجيدة اللي أنا هي تدر عليا
بالإنتاج العالي. أنا كده كده شغال، فلازم أكون شغال على حيوان مدر للبن بشكل كويس، يكون متخصص في إنتاج اللبن. طالما أنا شغال في مشروع إنتاج لبن، لابد أن أنا أشتغل في سلالة متخصصة في إنتاج اللبن. ده بالنسبة لرأس المال وما يقدر يوفره للمشروع. علاوة على الإدارة الفنية، الإدارة الفنية مهمة جدا، وهنا بنادي إخواتي وكل المزارعين المصريين أنه لابد أنه يتسلح بالعلم، لأن العملية أصبحت علم بحت. صحيح. وكل ما بيكون عنده القدرة الفنية في إدارة مشروعه، كل ما ده كان هيديله كان يضمن نجاح المشروع، يضمن نجاح المشروع واستمراريته. صحيح. في ظل المعوقات اللي بنشاهدها طبعا من زيادة أسعار وخلافه. فإذن هنا الإدارة الفنية مطلوب منها حاجتين، مطلوب منها الرعاية الغذائية الجيدة، لأن البقرة بتمر أكتر من مرحلة في الموسم الإنتاجي بتاعها بحوالي 6 مراحل مختلفة، كل مرحلة بتتطلب رعاية غذائية بصفة يعني محددة، بحيث إن هي يقدر لهو اللي ينفق أكتر مما يلزم ينفق بالإنفاق المظبوط، يعني في كل مرحلة لا هو اللي يزيد عن احتياجات البقرة ولا يقل عنها، يدي لها احتياجاتها في هذه المرحلة بالضبط، بحيث إن هي تكون مصدر ربح بالنسبة له. علاوة على كمان لابد إن هو يوفر الرعاية التناسلية، الرعاية التناسلية دي إن البقرة تدي لي مولود كل سنة، إن فوتت البقرة مني شهر 2 3 أنا أكلتها ببلاش، فأصبحت مصدر خسارة مش مصدر ربح. فلابد ان هو يوفر الرعاية التناسلية، يقدر يكشف شياع البقرة بدقة، هي عملية بسيطة وسهلة، ولكن هي معظم كشف الشياع اللي هي البقرة بيقول عليها بتطلب التلقيح، بتظهر عليها علامات شياع، معظم علامات هذه الشياع بتظهر بصورة جلية وواضحة في الفجر، في وقت مبكر من الصباح. فده ممكن يسبب صعوبة على المزارع، ولكن المزارع الدؤوب اللي عايز لازم يراقب شياعه بشكل كويس، ممكن يعمل ان هو يجيب كشاف منزوع الوعاء الناقل ويدهن صدره ببوية بيضة مثلا او حاجة زي كده، جير ابيض، بحيث ان هو يقدر يكتشف له البقرة اللي هي في حالة شياع. فبالتالي مجرد ما هينط عليها هيعلم على ظهرها، هيقدر يعرف ان كانت البقرة دي عايزة تلقيحها ولا لا. بعد كده الوقت المناسب للتلقيح كمان ليه دور مهم جدا، يعني من بداية مظاهر الشياع اللي موجودة على البقرة لابد ان هو يجري عملية التلقيح بوقت ما يزيدش من 10 إلى 12 ساعة. وهنا يا دكتور الخبرة الفنية بتلعب دورها. بتلعب دورها بشكل كبير جدا. لازم يعمل عملية التلقيح هنا من 10 إلى 12 ساعة من بداية ظهور علامات الشياع، وبالتالي هنا بيقدر يضمن ان التلقيح البقرة تخصب في الوقت المناسب وما تفوتش منه مرة تانية. علاوة على إجراء التلقيح الاصطناعي اللي هو بيعمل عملية تحسين وراثي للنتاج اللي جاي لي. للنتاج اللي جاي لي ده طبعا بطلائق بسائل منوي من طلائق مختبرة ومميزة بصفات الإنتاج اللبن العالي. فبالتالي هنا لما بقى ألقح بهذه السلالة، فطبعا ده بيعمل تحسين وراثي في الأجيال الجاية، وبالتالي بيزيد هنا أنا بتجه ناحية زيادة إنتاج اللبن في المواسم المتتالية للقطيع بتاعي. ده باختصار شديد جدا المقومات اللي المفروض يمتلكها صاحب المشروع. إن لم يكن يمتلك هذه الناحية الفنية، لابد من توفير حد متخصص يقوم بالناحية الفنية في المزرعة، خاصة وإن كان المشروع متوسط أو كبير، ده محتاج حد متخصص يقدر يدير المشروع بنجاح أكتر من أن أنا أسيبه للظروف أو الحاجات التلقائية اللي بيقوم بها المزارع. احنا دكتور هيكون معنا ماتريال على الشاشه يعني هنعرضه وهيتعقب عليه، ولكن لحين الماتريال يعني يكون جاهز معنا ونبدا في عرضه، خليني اسال حضرتك عن طب الصور جاهزه معنا على الشاشه دلوقتي، حضرتك تتفضل يعني تعقب عليه. دي المحاور اللي احنا ان شاء الله هنتكلم فيها، مقومات نجاح واحنا اتكلمنا فيها. برضو هنتكلم برضو خاصة بمشاريع إنتاج اللبن. اللي هي الخاصة بمشاريع إنتاج اللبن. اتكلمنا بصورة مختصرة على مقومات نجاح المشاريع،
وكمان هنقدر نتكلم بعد كده على المراحل اللي بتمر بيها البقرة، بتمر في موسمها الإنتاجي حوالي 6 مراحل. فترة الجفاف أول مرحلة منهم هي فترة الجفاف الأولى اللي هي بتبدأ 60 يوم قبل الولادة. في أخطاء شائعة كتير عند المربين، ممكن لو عنده حيوان لبن إنتاجه عالي يفضل يبقى طمعان في إن هو الحيوان ينتج لبن وما بيجففوش، طمعا في الحصول على مزيد من إنتاج اللبن، ولكن هو هنا بيرتكب خطأ كبير جدا. لابد من تجفيف البقرة قبل الولادة بـ2 شهر، ده لإعطاء فرصة كبيرة جدا للبقرة إن هي تقدر تعمل عملية تعبئة لجسمها تاني وإعادة ما أنفقته في الموسم اللي فات. صحيح. فبالتالي لازم تعبي جسمها من الطاقة ومن البروتين ومن العناصر المعدنية اللازمة ليها. وهنا بندي للبقرة احتياجات غذائية، كأنها بتنتج حوالي 5 كيلو لبن وهي ما بتنتجش، هي جافة، لكن بنديها كأن هي بتنتج 5 كيلو لبن على أساس إن احنا نقدر ندعم البقرة وندعم جسم البقرة. علاوة على إن كمان بندي فرصة بعملية التجفيف دي لتطور الخلايا الطلعية للكرش، للخلايا الطلعية للضرع، وبالتالي بتزداد، وكل ما زادت هذه الخلايا الطلعية كل ما زاد إنتاج اللبن في ضرع البقرة. كمان بندي فرصة لإن يكون مولود، بنعمل عملية دفع غذائي في الفترة دي علشان يقدر ينتج عجل يبقى صحته جيدة، يقدر يتحمل الأمراض في المراحل المتقدمة من عمره. كل ما زاد وزن الحيوان ده دليل على إن البقرة كان إحنا أعطين لها احتياجاتها الغذائية السليمة، فبالتالي بيولد عجل ذو مناعة عالية يقدر يتحمل الظروف والأمراض اللي ممكن تواجهه. فدي أهمية الفترة الأولى اللي فترة الجفاف الأولى. فترة الجفاف الثانية اللي هي بتيجي قبل عملية الولادة بحوالي 21 يوم. ودي فترة حرجة جدا في حياة البقر. إلا ما ينتبه لها المربي هتسبب له خسائر على طول في هذا الموسم بشكل سريع جدا. لابد من تعبئة البقرة بالطاقة وميزان الطاقة هنا، والناس المتخصصين يفهموا كلمة ميزان الطاقة، لابد وأن يكون موجب، يعني بصورة بسيطة خالص أن الطاقة اللي داخل البقرة اللي تاكلها البقرة بتكون أكتر من إنتاج اللبن اللي هي بتدره. صحيح. فبالتالي هنا لابد أن أنا أدي لها يكون ميزان الطاقة هنا موجب علشان تقدر تكمل في موسم اللبن التالي. كمان هنا بحاول أن أنا أقلل من العناصر المعدنية اللي زي الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم، وبميل لزيادة العناصر المعدنية الأنيونية اللي هي ذات الشحنة السالبة اللي زي الكلورايد وزي الكبريت. ده ليه؟ علشان أقلل من أعراض أمراض ممكن تظهر بعد كده بعد الولادة مباشرة، زي حمى اللبن اللي بتبقى نتيجة لانخفاض عنصر الكالسيوم اللي موجود في جسم البقرة. فلما بمد البقرة بكل هذه الاحتياجات في الفترة القليلة اللي هي قبل الولادة بـ21 يوم، برفع نسب بروتين العليقة، برفع نسب الطاقة بتاعت العليقة بتاعت البقرة في الفترة دي، فبالتالي بتكون البقرة جاهزة إن هي تولد وتجيب مولود كويس، وفي نفس الوقت تكون جسمها معبأ بكل العناصر الغذائية اللي هي هتحتاجها. دي الفترة اللي بعديها اللي هي الـ3 أسابيع اللي بعد الولادة على طول، برضو فترة حرجة جدا لا تقل أهمية عن الفترة اللي هي السابقة اللي هي قبلها. والفترة اللي هي قبل الولادة بـ3 أسابيع والبعد الولادة بـ3 أسابيع بنسميها الفترة الانتقالية، ودي أحرج فترات حياة البقرة. لابد أن نديلها، بنرفع هنا بعد الولادة على طول بنرفع نسب الطاقة لحوالي 70-75%، وبنديلها بروتين عالي بيوصل لـ18.2 من البروتين في هذه المرحلة، علاوة على أننا بنديلها إضافات زي الدهن المحمي والبروتين المحمي اللي هو بيمر في الكرش بدون عضم عشان يستفيد منه الحيوان في المعدة الرابعة، يقدر يزود نسب الدهون ونسب البروتين في اللبن اللي موجود وما يحصلش نقص في جسم البقرة، وبالتالي تبقى هيظهر الكلام ده على نقص الكلام ده في المنتج النهائي بتاع اللي هو اللبن. بعد كده بتمشي البقرة لمدة الحليب المبكرة اللي هي أول 100 يوم من حياة البقرة في الموسم الإنتاجي بتاعها، ده بيكون كيرف اللبن فيها عالي جدا وبتنتج أقصى ما يمكن من إنتاج لبن.
بعد كده من 100 هنا في الحاله دي برضو بستمر على نفس العليقه والنسبه بالعاليه من الطاقه والبروتين. نعم. لان انا محتاج هنا الكلام ده يكون متوفر. بعد كده في المرحله المتوسطه بيبتدي هنا دي فتره المصابره بقى بتاعه البقره، المصابره اللي هي تقدر تستمر على هذا الانتاج لمده قد ايه. وكل ما كان الحيوان اصيل عندي كل ما كان هيفضل فتره مصابرته عاليه، فبرضو بنستمر بكل الاضافات اللي احنا قلناها في الفتره اللي فاتت. يبتدي بعد ال 200 يوم تبتدي بقى منحنى الحليب يبتدي ينزل مره تانية، يبتدي ينزل تدريجيا. ففي الحاله دي بقى بزود الاعلاف الخشنه على حساب المركزات وبقلل نسب البروتين عشان يكون هنا الحد هنا اقتصادي بقى، لان هي كده كده انتاج اللبن بتاعها بيقل في الفتره دي، فانا ما اديش عليا ذات قيمه عاليه وتكون غاليه الثمن. فبالتالي انا بالتوازي مع هذه المرحله بقلل وبحاول اخفض تكاليف التغذيه على قد ما اقدر علشان تبقى العمليه لها مردود اقتصادي. جميل. طيب دكتور، احنا عندنا برضو مشكله يمكن بتواجهنا في فصل الصيف وهي ارتفاع درجات الحراره وتاثيرها السلبي على الابقار وانتاج الابقار الحلبه. قد ايه يا دكتور دي من المشكلات الصعبه وازاي نتعامل معها ونتكيف مع هذه المشكله؟ اكيد زي ما قلنا في بدايه الحديث ان لابد من توفر الاسكان المناسب والإيواء المناسب للحيوانات المتخصصة دي في إنتاج اللبن، لأن الحيوانات دي في بلد منشأها بتعيش في جو يعني الماكسيمم بتاعها حوالي 10 درجة مئوية، فبالتالي أي زيادة عن ال 10 درجة مئوية بيؤثر على إنتاجها. فبالتالي لازم أكون أنا مستعد كمربي مستعد إن أنا أوفر الظروف البيئية المثلى والملائمة لحياة البقرة دي عشان ما يتأثرش إنتاجها. نعم. وكل ما زادت درجة الحرارة ودرجة الرطوبة في الجو كل ده ما أثر بالسلب على إنتاج اللبن بتاع البقرة، علاوة على إن ده بيدفع في فصل الصيف بصفة خاصة في ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة، ده بيؤدي بيدفع البقرة إن هي لابد إن درجة الحرارة بتاعة البقرة بتتراوح ما بين 37 لحد 39، دي الدرجة المثلى. لكن عند ارتفاع درجات الحرارة عن هذا الحد بتبتدي البقرة تعمل عملية، يعني بيبقى إجهاد شديد جدا على البقرة عشان تحتفظ بدرجة حرارة جسمها، لأن هي بتحارب عشان تحتفظ بهذه الدرجة اللي هي بتقدر تسير بيها جميع العمليات الفسيولوجية الداخلية لها. فلو زادت درجات الحرارة بتبتدي بتزود معدلات التنفس، بتزود معدلات اللهس بتاعتها، معدل النبض بتاعها بيقل، وبتزود الافراز بتاع الغدد العرقيه بشكل كبير، وبالتالي بيأثر على انتاجها طبعا. فبالتالي كل الاجهاد ده بيستلزم معه انفاق جزء من العليقه، فبالتالي لابد ان انا اعوض البقره في هذه الظروف باضافه جزء اخر عشان تواجه هذه الاعباء بتاعه الاجهاد الحراري، علاوه على ان انا اوفر الاسكان المناسب. الاسكان المناسب اللي هو زي ما اتكلمنا في البدايه انه لازم يكون مكان مفتوح، احواش مفتوحه، في مظلات، المظلات دي في حاله ارتفاع درجات الحراره لابد ان تكون في مراوح بتقلب الهواء باستمرار. اذا كانت الارضيه ترابيه، الارضيه لو اسمنتيه ممكن ازود عمليه رذاذ مائي يعمل عمليه انتعاش وترطيب لجلد الابقار، وبالتالي تهدئه درجه حراره جسمها تديها دفعه ان هي تقدر تنتج بشكل كويس. كل هذه الامور يقدر المزارع المربي اللي فاهم يقدر يتغلب عليها ويقدر يتغلب عليها ويضع البقرة في ظروف مناسبة تجعلها تدر أقصى إنتاج ليها. نعم جميل. طب دكتور إيه الأخطاء اللي ممكن بيقع فيها المربي بدون قصد بتؤثر على إنتاج الأبقار بشكل عام؟ هو لو كان بروفيشنال وكان راجل متخصص في مش هيقع في الأخطاء، ولكن لو حدث وواقع لابد إن احنا نبقى عارفين إيه الأخطاء اللي ممكن يقع فيها المربي. المربي بيقع في اخطاء ساذجه جدا وبسيطه جدا ممكن التغلب عليها بشيء بسيط، اشياء بسيطه ممكن تزود من انتاجه. زي في اخطاء غذائيه هو بيقع فيها، ان ما كانش زي ما قلنا كل مرحله من هذه المراحل عطى الاحتياجات الغذائيه الملائمه لكل المطلوبه لكل مرحله، دي اول حاجه هيبقى هو هنا اثر في حق البقره بتاعته وبالتالي انتاجها هيقل. فلابد ان هو كل الاحتياجات بتاعه كل مرحله لابد ان يواجهها بتوفيرها. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه حاجات بقى بسيطه زي ان هو ما بيخلطش العلف بتاعه بالنسب المظبوطه، يعني لو الطاقه عايزه 70% ما بيبقاش حاسب، هو ما بيحسبش بروتين عايزه 18 ولا عايزه 16 ولا عايزه 14، هو ما بيحسبش، هو سايبها للصدفه بيجيب
زي ما ابوه تعلم من اجداده عمليه تلقائيه بدون علم، ولكن لو لجأ للعلم طبعا هيكون احسن بكتير. صحيح، لان النسب دي بتبقى محسوبه، محسوبه على حسب احتياجات الاطفال، محسوبه اقتصاديا طبعاً. اللي هي النسب اللي هي هتخليك تربح، اللي هتخلي المربي يقدر يحقق ربح من المشروع. اكيد دي اول حاجه. الحاجه الثانيه الخلط الجيد للعلف المركز، لو هو اللي بيخلط علفه، لو هو اللي بيقوم بخلط العلف بتاعه. نسبة الخلط في معظم الفلاحين والمربين بيخلطوا عن طريق الكوريك، وده خلط بيبقى خلط غير متجانس، فبالتالي الخلط الغير متجانس ده بيقلل برضو من كفاءة إنتاج البقرة بنسبة من 10-15%، اللي بيها لو هو عمل عملية خلط جيد لمكونات العلية بتاعته هيزيد إنتاجه من 10-15%. علاوة كمان على عدم تكفيف الأبقار في الوقت اللي احنا أشرنا ليه، لابد ان هو يجفف عشان يدي بقرة صحتها كويسة، يبقى في عندها أجسام مناعية وعندها مناعة ضد الأمراض اللي هتقابلها. صحيح. علاوة على إنتاج مولود برضو بإيه؟ بصحة جيدة. كمان ان هو وقت الولادة لابد ان يكون المكان بتاع الولادة يكون مكان ملائم وخالي من كل مصادر التلوث، ومجرد ما بتحصل عملية الولادة لابد ان هو ينقل على طول المولود من هذا المكان، لان المكان ده بيكون مصدر تلوث، لان في سوائل جنينيه نزلت زي المشيمه تحمل كثير جدا من البكتيريا والحاجات اللي هي ممكن تعمل تلوث للعجل، فبينقله في مكان اخر نظيف ويبتدي يتعامل معاه ويديله السرسوب بتاعه من اول الساعات الاولى من حياه العجل. لازم ان هو يديله السرسوب ده مش اقل من 3-4 لتر كل يوم وبصوره سريعة جدا بعد الولادة مباشرة، لو يقدر بعد 15 دقيقة يكون نظف كل الحيوان والسوائل اللي على جسم الحيوان ويدلكه كويس جدا ويبتدي يتعامل معاه بإعطائه للسرسوب، ده هيكون العجل في الحالة دي وخاصة الثلاث أيام الأولى منه هيبتدي الحيوان هياخد كل الأجسام المناعية ويكون جاهز إن هو يواجه الحياة وبصعوبتها في المراحل اللي جاية. علاوة على كمان في أخطاء أخرى، ان هو ما يكونش حاسب ميعاد تلقيحه امتى، فبالتالي صحيح. مش هيعرف ميعاد الولاده امتى، فبالتالي مش هيجهز المكان الملائم للبقره، فكل ده لازم يكون حاسب كويس جدا ومسجل عن طريق السجلات كل حاجه يكون فاهمها. علاوه على انه كمان ممكن ما يتبعش مبدا مهم جدا، مبدا الوقايه خير من العلاج طبعا، لابد ان هو يعمل عمليه التحصينات في مواعيدها بدقة شديدة جدا، لأنه هو لو ساب الحيوان بدون تحصين هيصاب بالمرض، وهناك أمراض مثل الأمراض الفيروسية ما ينفعش علاجها أصلا، هو مجرد ما أصاب الحيوان هيبتدي هو يعالج أعراض مش هيقدر يعالج المرض. أحسن وسيلة للتغلب على هذه الأمراض إن هو يتم تحصينها في المواعيد المناسبة ليها. ده باختصار يعني معظم الأخطاء اللي ممكن يقع فيها المربي. علاوة على أنه زي ما قلنا في الجو الحار لازم يوفر الظروف الملائمة لحياة البقرة اللي هي تقدر تديله أكبر إنتاج ممكن. حياة دكتور، احنا سعدنا بلقاء حضرتك النهاردة، شرفتنا ونورتنا وأفدتنا معلومات كتيرة قيمة حول النهوض بإنتاج الأبقار في مصر، وبنأمل إن شاء الله أن كل المربيين يعني يطبقوا التوصيات اللي الدكتور قدمها لنا النهاردة، لأن احنا محتاجين إن احنا نزود من الإنتاج من هذا يعني القطاع الهام والإنتاج الحيواني اللي بيوفر لنا مصدر مهم جدا للبروتين الحيواني في مصر. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ دكتور أحمد محمد عبد الحفيظ، أستاذ رعاية الحيوان ورئيس قسم بحوث تربية الأبقار بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني. شكرا جزيلا. شاكر جدا لحضرتك وشاكر جدا لكل المشاهدين، ويا رب يكون انا قدرت افيدهم في الوقت الصغير ده. اكيد يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. شاكر لحضرتك يا فندم، شكرا. مشاهدينا بكده بنكون وصلنا مع حضراتكم لختام حلقتنا النهارده، بشكركم على حسن المتابعه، وغدا ان شاء الله يتجدد لقاء حضراتكم حلقه جديده ونهار جديد.